دلوقتي انتوا هتحسوا بالكاذب والصادق. اقسم بالله ان الجهاز جاب تغيير معايا اكتر من 100%. كل نقطة مية قادره تدخر من غير حدود. مفيش قطرة مية الا لما بيكون محسوب هعمل بيها ايه واشتغل بيها ازاي. وفي ايدينا عملة نادرة تزرع الصحراء ببرود. مفيش حاجة اسمها اصل المية دي ما تنفعش للزراعة، اصل المية دي مرتفعة الملوحة، الكلام ده قديم. احنا بداية ما جينا هنا كانت الارض مرتفعات ومنخفضات وغير مستوية ونسبة ملوحة عالية جدا، وكانت الزراعات ما كانتش بتتحمل من ارتفاع الملوحة اللي موجودة في الارض. فدي مشكلة تقلل الانتاج عندي. في ناس كنت بدخل عندها ارضها يقول لك ابتدي افكر اقلع الشجرة، ودي كلمة صعبة جدا. بعد ما تزرع ارضك وتجيب شتلتك وتشتغل عليها بسبب ارتفاع نسبة الملوحة اللي بتسبب لك مشاكل في الارض، منها النماتودة، منها اعفان في البذور، تسبب لك ضعف في الانتاجية، يبقى المزارع ساعتها حاسس ان في مشكلة كبيرة. وكانت زراعات بتنشف كتير جدا، وكان في تدهور، وما كانش بيه في انتاجية في الفترات اللي فاتت ديت تعادل التعب اللي احنا تعبناه. النهارده في علم جديد بيقول لك ان انا اقدر استخدم المياه مرتفعه الملوحه في المحاصيل الزراعيه بعد معالجتها بالتقنيه المغناطيسيه. وشفت ان بقى الموضوع موضوع استحداث العلمي تكنولوجي عالي جدا. فعشان احنا نقعد مكتوف الايدي ونتفرج وما ناخدش التجربه، ناس كتير جدا بتبقى خايفه تخوض التجربه عشان التكلفه الماديه. طيب احنا لو قعدنا كلنا مثقفين وغير مثقفين ومدركين وغير مدركين نتفرج بس، يبقى مش هنوصل لحل ان هو يعمل ارتفاع في التنميه الزراعيه والاقتصاديه. ده اللي انا عودتكم عليه في اسال مجرب، ان انا اكون موجود معاهم داخل الاراضي الزراعيه، اشوفهم اناقشهم اتعلم منهم بيعملوا ايه في الزراعه. 150 نزلت ما زادتش. طب ودي ما اثرتش على المحاصيل عندك؟ هي مأثره على المحاصيل، بس لما ركبنا الجهاز بسم الله ما شاء الله ظبط الكلام. الفكره نفسها عشان تخش ذهن المزارع العادي اللي اكيد مستواه الثقافي للتكنولوجي ما بيبقاش قد حضرتك، لكن بيبقى هو على ارض الواقع عايز يشوف التغيير اللي هو موجود على الارض الزراعيه بتاعته. لان موضوع الجهاز، الطفره اللي حصلت هي تستاهل، حدث يستاهل ان احنا بالفعل لازم ندي للجهاز ده حقه. النهارده انا هوريكم نموذج جميل جدا وتجربه ناجحه لاستخدام معالج مياه المغناطيسي لشركه دلتا ووتر. الناس دي هنا نسبه الملوحه عندها مرتفعه، لكن ما توقفتش عن العمل، ما توقفتش عن الانتاج. ليه تسيب الميه مالحه والشجر يطرح صفار؟ بتخلي الارض صالحه والصحاري تزيد خضار. انت قلت ده جهاز الطبيعه محتاجاه، والجداره والانتياز.